الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. خرج العراق من تصنيف مؤشر جيليتي اللوجستي الخاص بالأسواق الناشئة لعام 2024، وأكد خبراء اقتصاديون أن خروج العراق من التصنيف كدولة جاذبة للاستثمار يعني أن البلاد مقدمة على حالة من الانكماش الاقتصادي بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة. ويعد مؤشر جيليتي مرجعا مهما يصنف أفضل 50 سوقا ناشئة في العالم بناء على معايير مثل القوى اللوجستية وبيئة ممارسة الأعمال والجاهزية الرقمية، ما يزيد من جاذبيتها لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء الشحن والمستثمرين. أعلن مركز المنصة للتنمية المستدامة وصول استهلاك العراق من البنزين إلى 31 مليون لتر يومياً، مبيناً أن العراق يستورد سنوياً أكثر من 50% من احتياجاته المشتقات النفطية. وذكر المصدر أن العراق يعاني من مشاكل في قطاع الطاقة، إذ يبلغ الاستهلاك الكلي ما بين 27 إلى 31 مليون لتر يومياً من مادة البنزين، وأكثر من 26 مليون لتر من زيت الغاز، مشيراً إلى أن هذا الاستهلاك يمثل نسباً كبيرة مقارنة مع الدول الأخرى مثل تركيا التي يبلغ استهلاكها من البنزين 11 مليون لتر يومياً، بينما يبلغ عدد سكانها نحو ضعف عدد سكان العراق. أفادت منظمة أوبيك بانخفاض إنتاج المنظمة من النفط في كانون الثاني الماضي بمقدار 350 ألف برميل يومياً مقارنة بشهر كانون الأول الماضي إلى 26 مليون و 340 ألف برميل، مشيرة إلى انخفاض إنتاج النفط في كل من العراق وليبيا والكويت والجزائر. وأوضحت المنظمة أن الإنتاج الفعلي لدول المنظمة المشاركة في اتفاق أوبيك بلس بلغ دون دولة أنغولا 21 مليون و 369 ألف برميل يومياً مقابل المستهدف البالغ 23 مليون و 835 ألف برميل، وبذلك خفضت دول أوبك إنتاجها بمقدار 2,466,000 ألف برميل يومياً، وذلك فوق المستويات المسموح بها. تعرضت توقعات الأسواق لبداية قريبة لخفض الفائدة الأمريكية إلى ضربة بعد أن جاءت قراءات التضخم في الولايات المتحدة أعلى من التوقعات. وأظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري في شهر كانون الثاني الماضي، وما يزيد على ارتفاع بمقدار 0.2%. وتتوقع الأسواق بدء خفض الفائدة الأمريكية في الربع الثالث من العام الحالي. ارتفعت الأسهم الأوروبية بعد بيانات تضخم جاءت أضعف من المتوقع في بريطانيا، ودعمت الآمال في خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في وقت قريب. وكان سهم بنك APN من بين الأفضل أداء إذ ارتفع بنحو 6% بعد أن أعلن البنك الهولندي صافي الدخل من الفوائد في الربع الرابع جاء أعلى قليلاً من التوقعات. وانخفض سهم تيسن جروب بنسبة 4.8% بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للمبيعات السنوية وصافي الأرباح، وألقت باللوم على تراجع الطلب والأسعار في قطاعي المواد الخام والصلب. وقبل الختام نذكر بأسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
الختام الموجز للقاء.